وحماتا مجالا دي ارقيسة لغدا فوري ترتنكا حفتيقا قرانكا كريمكا احافظا الشيخ سنعاني مجالا دي ارقيسة ترتنكا وايمال قلين ايسو مواسسة اللون الخيرية ايكش غيسا رماها سمفالكا ايا ترتنكا نوحا هير قلين ايا قار كم دا دعادا حافظا الشيخ سنعاني هدابا مناسبة دي لغدا فوري ترتنكا بشا بركيسان ربضان كغب سومي دون مساتدا دا حافظا سيم ايا غورينبا وحاكا سوق qayb galay madashii lagu daafurayay culimaawdeen wax garad aqoonyahanno masuuliyiinta qaadaysa tartankan iyo dadweyne aad u tiro badan oo degan xaafadani ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha allah إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك وقضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذا مناسبة دافور كان يوحكى علي شيخ ياسين صديق مختار oo kamid mas'uuliyiin ta qaadaysa tartankani waxa uu mahadnaq u jeediyay Ifraax Cabdi Xirsi iyo Cabdirasaaq Saleeban Yuusuf oo ka mas'uula muassasada Al-Nur Al-Khayriya isagoo sheegay in tartankani lagu heli doono abaalmarin aad u qaali ah hadaba waxa hadaladiisa kamid ahaa xafladani daafurka waxa weeyaan tartanka Qur'aanka Kariimka bisha barakeysan ee waxa weeyaan inagu soo foole يا وحويان الله فرفريا حفلة دانا الله قبانيا سيار دايدو حافظة اي دي رجلين وغن نقطو ايقونا الهي سبحانه وتعالى وصرا وقوقا دو قرآن كاية ترتنكا ويا رسولك صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي الهي سبحانه وتعالى كتابك كاني انو قلو كر وقوقا دو صرا وقوقا دو الدرجو كوا كلانا اوهوس وغنقو قفك كتابك الهي كترتنتا إقي ميساء السراء قادة إلهي سبحانه وتعالى السراء يوقاضي سيدا درت دوحان أمهد علينا يا مركة هوري مرت شرف تاكس وقيبك شيء علما له وحويان باقة يدعوة يريتانك سواء جيبتي يا والدين تا يا أرضي دا كس وقيبك لي حفلته وحان سيقار أمهد علينا يا مؤسسة النور الخيرية أما مؤسسة النور حفلة داني تابقلين تيدا إسكاله مؤلف وحويان عدة مركزه قبان قابيسي حفلة داني إن لقبته حفلة داني إن وحويان لقود دي رجالية داني رضاسي هدفك إيا وجيدة دا وحويان وين وحيسكال مواسسة دا النور رنتي هالكا ونقوم هاد علينا يا مواسسة دا النور عبد الرساق يا إفراح إلهي سبحانه وتعالى هبارك إيو مالكو دي مسكح دو دي مرقو دي إله هو بارك إيو شرفك إي كتابك إلهي شرفينا أدوني آخرة بإلهي أكو شرفو ترتنكا كو شانية طبانكا قفكا هدي وشانية تبنجوس كشت ساريو بمعنى قرآن هانو كسري شانية تبنجوس هدو يرادانيغو شماركتا شانية طبان كسري شان كتر تميا لغا أقبال مايو قف مركا طبنجوس هايا يكسري هدو يرادا شان تان كتر تميا دو حالة ليا هاي مي قف مركا وحو يعني شان توحا لوبا هاي قف شان تي كسري طبعاً كنا كهوسية طبعاً كنا واحد لو بهن يقف طبعاً كسرية شنية طبعاً كنا كهوسية شنية طبعاً كنا واحد لو بهن يأرض شنية طبعاً كسرية أو أنت كلانا واحد ويان هدو دونا هك هوسية سيدا سألكوا قليا مركا ترتن كا إنما هي هبلا وفرن يه إن شاء الله مسؤولين تقيمة هبنا مناسبة دني لجسوا عسومي كم إذا هايين علماء الدين وحجرت أقويانو ماموليال والدين أي يجون كلمة هذا قيمة بدنا وكم مناسبة دني كسو تشيدي وحان مهنق يا أمان أسو تشيدين مؤسسة النور الخيرية كشقي سار ما هسم فلكا
inay dhigri gelinayso isla markaana maal gelinayso tartanka lagu tartamayo kalaamka Ilaahay waxaana dardaaranadoodii kamid ahaa quraanka kariimka walaalayaal qiimeyntan aynu qiimeynayna ama tartanka lagu tartamaya wuxuu keenaya kor u qaadka quraanka kariimka tartanka quraanka kariimka anigu tartankii ugu horeeyay baa ahayd markii aan galay 49kii oo aan ku galay 15 jis waxaan xasuusanay meelihii quraanka kariimka la soo qabtay kii labaad baan hadana galay 69kii kii saddexaad baan galay 79kii tartamada quraanka kariimka waxaan galayay mar aan wanka galay mooyee tuuga ayaan galayay laba goor marka waan dhiirigelin bay noo ahayd runtii waxaan xasuusanay meelihii loo soo qabanayay macnaha ardayga waxa xusuusay quraanka kariimka walaalayaal ilaahay qoomna kor buu ugu qaadaa qaarna hoos buu dhigaa rabbi haynaga dhiga kuwa uu kor ugu qaaday oo uu ku sharfo culimadii hore quraankiina soo gaadhsiiyey way sharfi jireen quraanka kariimka toddoba subax bay u sameeyeen oo toddobada cisho lagu dhameeyo maanta waa maalin jimca subaxa baqra ka bilaabma wuxuu istaagi jiray fakayfa idaa asaabatum musiibatun bima qadamat aydihim oo ah suuratu nisa bartankeeda sabti ayaa ka bilaabmi jiray halkaa waxa uu ku istaagi jiray waidna taqna aljabala fawqahum kaannahu dhullah oo ku jirta bartanka suuratu lacraaf subaxa axad baa ka bilaabmi jiray oo subax adag ah waidna taqna aljabal waxa uu istaagi jiray alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farcuha fi samaa suuratu ibraahim isniin ayaa halkaa ka bilaabmi jiray muxuu ku istaagi jiray nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun waqad aflaxa almu'minuun nusaaricu salaasa ayaa subaxa salaasa ka bilaabmi jiray walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhanna oo suuratu sabca ayuu istaagi jiray subaxa arbaca ayaa ka bilaabmi jiray halkaas suuratu lxujuraad buu istaagi jiray xujuraadna khamiis buu ahaa alxamdu buu istaagi jiray toddobadaas subax baa qur-aanku ku dhammaan jiray dadna culimmadu waxay odhan jireen toddobada suuradood ee ugu sarreeya shanta suuradood ee ugu sarreeya subaxa jimca subaxa ugu adagi wuxuu ahaan jiray sabti iyo axad oo subaxa ka bilaabma nisa bartankeeda iyo subaxa caraaf bartankeeda ka bilaabma subaxyadaasa subax adag ahaan jiray toddobada cisho ayaa qur-aanka lagu dhammayn jiray waxay isweydiin leh toddobadii cisho inagu ma dhammaynaa ardaydan la hadlaya toddoba cisho mayna ku dhammaynaa subaxa toddobada cisho inaad ku dhammaysaan raggii idin soo gaadhsiiyey qur-aanku toddobada cisho ayay ku dhammayn jireen qur-aanka sida faatixada ayay u hayn jireen faatixadu kaagama baahna xafi waxaad saragtaa adigoo gaadhay wala daaliin goormaad gaadhay maskaxda ayaa qabatay maskaxda ayaa haysa iyadoo socota iyadoo taaganba goor ay faatixadii dhammaysan bay sarkaysaa qur-aanka kariimku saasuu ahaa mar keliya muu gefi jirin sheekha ama ardayga subcinaya waxaa qur-aanku ku sugmayna subaxaasu ahaa ardayda iminkana waxaa la doonaya qur-aanka inay qiimo u yeelaan oo sidaa subaxa intaa leeg ay soo celiyaan oo wakhtiga ay ku dhammeeyaan ilaahay kitaabkiisa waa dastuurkeennii weeye waa kii aynu isku xukumaynay looguma tala gelin kitaabka xukun ahaan reer soomaaliland inay isku xukumaan reer soomaaliya inay isku xukumaan xaafadi inay isku xukunto ee kitaabka waxaa loo soo dejiyey in dunida oo dhan lagu xukumo dastuur weeye ilaahayba subxaanahu watacaala inoo soo dejiyey sidaa la ajrigeed in lagu tartamo in la fahmo in la daraaseeyo in la akhriyo intaba ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu inoo geliyey sharaf iyo karaamo laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum ay fiihi sharafukum wa karaamatukum wa cizatukum qur-aanka dhexdiisa waxaa ahaatay karaamadiinna cizadiinna kornoqoshadiinna wanaagiinna kala dambayntiinna nidaamkiinna waxaasoo dhammi waxay ahaadeen kitaabka gudihiisa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyay afalaa taaqiluun miyaydan caqli lahayn kitaabku saasuu karaamo badan yahay sidaasuu u wanaagsan yahay miyaydan caqli lahayn baa ilaahay subxaanahu watacaala leeyay mar kale walaalayaal qur-aanka kariimka ilaahay isagoo ka warramaya wuxuu leeyahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab
وكتاب عنو بركيني نبي محمد او اديغا لغو سودجي سياد اغو وان تودان او ددك مؤمنين تايا اغو وانا قاتانا كتابك ايو فهمان سيدا لأجري يدور الليال كتابك قرآنك وحين لغا دونيا اني فهنو ارضيدا حفاظا اي كتر تميسا كتابك الهي كتر تميسا وحا اي هليان آخر هذا واريد كود وحا وهليا إن وحا وينتاج كي ملقالها مدح لو قريو إلا بغره أولا وناجيو إن إساقونا وحو نقنايا قف الدنيا آخر هذا نرول وناكسن وقيمة بضان كنو سيدا لأجري قيد كتابك قرآن كا عدي وينيسا أيوم با وين إلهي با سبحانه وتعالى كتابك ويني إساقو إنك إن تنبيهين يا ربي وحو اللي هاي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلهي سبحانه وتعالى وحلي أي قرآن كمياني كتدبرين مياني قرآن كفهمين مياني قرآن كأفير فير سنين راعين بس قلبي قبو قفلي وابو حرية سيدا لأجر يضول الليال كتاب كينا نفهم الله نفهم سيو عدي فهنتي أياير عدي فهنتي أياير هدي نفهم وحين نقننا تذكر عمله عد بالغ الشيكي وناك سنيد وقيمة بدنيد دين تشرف كل هيد وناك فربدن لو في لي أيام لقى الشاكية حاكم إذا علوم هذه إسلامك حاكم إذا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم محاي وناك أكو أهلان قرآن كيف أمين إمام الشافعي رحمة الله عليه وقالت الماما بشر رباضان إن اللحظة قر لمين شري إن اللحظة قر قرآن كختم شري سيدا لأجري قد قرآن كإن إنو برانو فهنو راغ راغنو إلهي سبحانه وتعالى وسببته وسود تجيء قرآن كأي نفهمه حد راسيان هو حويان حكش قيان وفهمان إلهي سبحانه وتعالى كتاب جيزة ولا ليال كحافظهان آدي آد بدود دال سنرنتي سدوا علبة كلب شيئين تدين تان لقوا إسقوي من القرآن وشيء قيمة بدن حافظها وين مويان شق عمر يفلو شيء تاسي تم السميان التاين لك إلهي ومهد سبحانه وتعالى قرآن كيدين قرنسيي إن هذا الصواب حدان أمد كينا لا أتكالم إيسان ولا ليال تردارا كيقوا حاوية كل علماء لما يسان والدك والدو واحد مودة ويان دمين حق يسكولدون لقو عرار هاي وقرآن كينا لك تيتسلي لكن إلمه يرى وحلوود دالا ياون واسكول سكول كان تاند جينين سدا علماء ذا شيئين حقه سانو كبلون آه قرآن كرتين حدسين وعلى الله يا وحكار مريم جرو قرأت القرآن كله إلما حفظته حويا طريقي وحويا محبر الشلا كاسة كوكا قرآن كله يدل عزيزان إلى إنا سبحانه وتعالى عز يشرف أيو إلى سبحانه وتعالى ولا يردسين أيه ولا ليال ديانو قصة عنه وناك فرستي حمر ريبستا حافظين أن رنتي دي خير بدن با جرا شقيا سيني علماء دو آد بي نغلا شقيا أما خمري هلغو صوت شيقا ما حشيشة دي آد يا آد بانو يغان وحويا أنو وضا شقينا حنكو سوكو بالله وحويا كنجناهان وحي مخاطرا دا إنا صوغلا سينو عسي يسرف وقسي نولانو إنا عينو قسو دي تيت سنو إلهي سبحانه وتعالى أبد كينا يرير رقي يضمر بلي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كهوسا يوفض ذي إلهي سبحانه وتعالى أنت حفتيان ووسا لي إلهي سبحانه وتعالى خاتمة يوم حويا دمسكا السلمين أيان إلهي سبحانه وتعالى كوي لابتو هذا وكسوه الله كاديقو مستقبل كم حدوني سينا نقطان نختار نيمو نخاطرنا نقطان مدحوين أيال وسيرو شو بدوني سينا عليكم بالقرآن قرآنك اللازمة وحكستو دونيسان قرآنك اللازمة معنى ذو أمح نلاش شيدا وحونا أكسن أو كستو أو إيم وغدا بريش كاكو قاريا وامحي وامحي قرآن عادي وحضة دير وامحي بعد قولي وقرآنك ما شاء الله ما شاء الله وايه ولا لها والدك آدي آد كم شرفت بدن هواين كبقول كي بس سجال إيه سجاش أرجيني ليهين عروت واحد تعيش هاي صوم ما مغلسان سوالي دو مغلسان حي تعيدين
waalidki ma hadal waa ardaydi waxaan la hadlaya arrudu maxay jeceshahay daacadu hadla arrudu maxay jeceshahay quraanka jeceshahay soomaa hadaa meel kale u duudaan ka warama ma banana soomaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa waalid kasta oo halka fadhiya isaguna inuu dhaqan geliyo waalidka kale aan joogina uu gaarsiiyo inuu ka dhigo shayga kuwaad ahmiyadda uu saarayo ilmaha inuu kitaabka ilaahay qaybsiiyo ilmahaagu waalidow waxaad jeceshahay adduunyada inuu hogaamiye noqdo marka la dhintaa qabriga marka uu galana inuu badbaado soo ma doonin aakhira qiyaamaha inuu badbaado waalidkana weergeeyo jannada booska u sarraysa inuu galo waalidkaa ma la doonaya intaaba qur-aanka ilaahay inoogu sheegay intaaba axaadiista iyo diinteen waxay ku sheegtay qofka ku suta qur-aanka inuu intaaba hogaaminayo intaba ayaa hogaaminaya waa qofka saaxibu lqur-aanka iskuulku waa meel soke waxyaabaha kale oo dhammi waa waxa weeye waa meel soke waxa qofka raacaya waa qur-aan waxa ilaahayna weydiinaya waa qur-aan biology ma u dhigtay la odhan maayo chemistry ma u dhigtay lagu odhan maayo engineering miyaad bartay lagu odhan maayo laakiin ilaahay diintiisa maxaad ka bartay tartankan xifdiga qur-aanka kariimka ayaa ka qabsoomi doona xaafadda sheekh sancaani waxaanu noqon doonaa markii ugu horreysay ee tiro arday oo aada u badan ay ka qaybgelayaan tartankani kaasoo noqon doono jisaska kala duwan ee qur-aanka kariimka isla markaana waxaa la guddoonsiin doonaa hadiyada aada u qaaliyo ay guddoonsiin doonaan muwaasasada alnuur alkhayriya iibsaryaan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa